السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. ياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كل عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم. منسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وتعالوا معايا على الخبر. السيطرة على حريق بإحدى الشقق السكنية في أسيوط بسبب ماس كهربائي. خبر بيقول تمكنت الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على حريق نشب بأحد الشقق السكنية بأحد الأبراج بمنطقة نزلة عبدلة بمحافظة أسيوط بسبب ماس كهربائي دون وقوع حمد لله خسائر في الأرواح، وجال تحرير المحضر اللازم. كان اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطار من رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط بنشوب حريق بإحدى الشقق اللي في الموجودة في أحد الأبراج، وعلى الفور انتقلوا طبعا الى طبعا قوات الحمايه والشرطه وسيارات الاطفاء والاسعاف، وتبين صحه البلاغ. واظهرت المعاينه ان الحريق يعني نشا في شقه بدور السابع ملك المواطن احمد حاهميم بالبرج رقم 3 ابراج الكهرباء في نزله عبد الله. كما تبين ان سبب الحريق ماس كهربائي امسك بفرش الشقه، وتم الاطفاء والتبريد، ولا يوجد اي اصابات او خسائر في الارواح. واسفر الحريق عن احتراق كمية من فرش ومحتويات الشقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.